كومبانيا. وي السلام عليكم الاخوان، حياكم الله. معكم اخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه عند الشعب المغربي العظيم، هذا الفيديو كنت نشرته البارح وتكلمت عليه البارح، واقعه اقتحام عناصر البوليزاريو ندوه صحفيه لرئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو تشانسيز في هذه الانتخابات ديالهم الجديده. كاين انتخابات في اسبانيا، جاو فرق شيه البوليزاريو اقتحموا القاعه وبداو كيتهجموا على رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو تشانسيز، ولكن رجعت اليوم نتكلم عليها لانه عندنا تسريبات صوتيه من المعنيين بهذا الفيديو. هذا الواقع، هذا فرق شيه البوليزاريو بداو كيتبادلوا الاتهامات والتخوين في بيناتهم. عناصر البوليزاريو صحراويين كانوا في المخيمات مشاو لاسبانيا وخذوا الجنسيه الاسبانيه وترشحوا كذلك في هذه الانتخابات الاسبانيه. واقعه كبيره غتصرفق عناصر البوليزاريو. سمعوا خوت التسريبات وشوفوا الفيديو. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. Tienes derecho para hablar. Sí, sí, sí. ايوا السلام عليكم المشهد السياسي الصحراوي. انتم شحالكم؟ ياك لباس ياك الخير. انتم هذا اليوم فيتوريا غاستيس جايها رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز، رئيس حزبي اللي انا مترشحه فيه، الحزب الاشتراكي بارتيدو سوسياليستا. حاق بعد هذا اليوم جاها ومؤيدنا على انتخاباتنا في الحزب، والله ينصر ان شاء الله وينصر من ينصرنا. هذا الفيديو اللي بالكم مشيتو فيه امراه من فيتوريا قال لها العزه منت العساوي. هذه المراه اسمها العزه منت العساوي. يا العزه منت العساوي، تعرفي عني جابرت انا وانتي اول مره جابرنا عند التونسيه كوافيز هذيك، سمعتي وقلتي لي فمك عنك لا تزرقي عليا على حزبي، على حزبي الاشتراكي. مشاهدين احنا وجهاتك قلتي لي عنك لا تزرقي عليا على الحزب الاشتراكي، و و ومعاك اللي بان الليله احنا شنو ذا. انا حاضره ذا كامل الحمد لله، ومعايا جماعه كبيره من العليات حاضروا معايا الحمد لله، بين الصحراويات والموريتانيات. الله ينصرهم العليات الوفيات الصالحات اللي بكلمتهم يثبتوا فيها. انت يا العزه منت العساوي تعهدتي لي انا قدام الناس كامله عنك لا تزرقي على الحزب الاشتراكي وعنك لا تزرقي عليا، سمعتي؟ واليوم جايتي ملقى الحزب مع بيدرو سانشيز، جايه معدله البلطجيه طالصه العياط وتقولي الكلام. انت محمد الدفال، محمد الدفال اللي في اموريو، اللي رئيس جمعيه اموريو، جمعيه صحراويه لاموريو. انت راي عندي كتاباتك وتأييدك لي على انتخاباتي في الحزب الاشتراكي بارتيدو سوسياليستا، ومؤيدني وعندي كتاباتك وسمعت واتصلت بي ومؤيدني. وانت يا العزه مت العساوي مؤيدتيني، وانت يا العزه مت العساوي اجتماع كريستينا اللي انا مترشحه معاها في ديبوتاسيون دي ألبا جايتينا في الاجتماع اللي عدلنا مع الحزب الاشتراكي ممثلته كريستينا، جايتينا في الملتقى اللي عدلنا عند جمعية الموريتانية في فيتوريا، سمعتي؟ أما القاعدة ذيك المرأة والله رقاج تاني يصقي فم يصقوا فم، ما أنا قاع ما نعرفهم الحقيقة غير بعد العزة مت العساوي نعرفك ومؤيدتيني كنتي، وجاية اليوم معدلة البلطجية انتي ومحمد الدفال حق غير بعد بيدرو مستواه عالي عقب بعد اللي قالكم عنكم ولا يخلوكم وتوفوا عقبتوا مرقتوا من القاعة وتو انصعتوا
أنا لين عود جاية لين مثل قضية، والله لين مثل شعب، نمثلوا بشي صالح ما نمثلوا البلطجية. سمعتي؟ ولا نعدل ذا العدلت وجايبين صورة بيدرو سانشيس مشقوقة وطارسين العيار. ألا حد انكم رقا جين والله ثلاثة جيتوا يا بي يا واجعة، قاعد تعودوا بعد تعودوا أكثر من ذا، وقاعدين تعودوا جايين بشي ما هي البلطجية، ما حصلتوا على شي. وانا قاعد يعجبني ويقربني على العزة من العساوي متلفنا علي اليوم ذا، تسولني على القاعة منين، والعزة من العساوي جات لاجتماع البارتيدو سوسياليستا اللي عدلنا عن جمعية الموريتانية. وانت يا محمد الدفال مأيدني ومناصرني حق معناها عنكم رقاشة لا يثبت، رقاشة لا يثبت على مواقفه ويخليهم الكذيب والنفاق. بارتيدو سوسياليستا ماكم لا يتخسروا على شيء، وحزب عادلو 144 سنة في إسبانيا وأنا مترشحة فيه وباقي نترشح فيه، والبلطجية ما تزيد أي قضايا عادلة للشعوب، البلطجية حدنها تعدل الكراهية للشعوب، ولا حد يقول اللهم استرنا بسترك الجميل. انتو ماتي انتي ياك انتي مأيدتيني وقلتي لي عنك لا يتزرق علي مولي يا العزة مثل العساء. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم، سهلا اشتعر فيكم كاملين وكاملات يا منادلين ومنادلات منبر كلنا ابراهيم غالي. مشيت لكم هذه الصور للأسف الشديد، هذه صحراوية اللي تعود من سكان بوتوريا، عندي عنها يقولوا عنها مترشحة اللي تعود الانتخابات النيابية عن حزب والله مساند الترشيح شخص ثاني عن حزب البيسوي، الحزب المنعول، الحزب المغربي في إسبانيا، هذا الحزب اللي دائما ضد القضية الوطنية. الطامة الكبرى انها واقفة مع وزير الخارجية اللي رفض الرسالة المشؤومة للمملكة المغربية اللي يقول فيها رئيس الحكومة الإسباني أن يؤيد الحكم الذاتي. هذا الشويباني الخلل اللي واقف معاها هو وزير الخارجية الإسباني، يعني عنه صحراوية 2023 مناصر الحزب البيسوي لحاجة في نفس يعقوب وليس لمصلحة الصحراويين. مصلحة الصحراويين هي الانسلاخ التام من حزب البيسوي. لأي صحراوي تابع عنده بطاقة ذي الحزب والله 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 يدعمه والله والله يزرق عليه، ذاك يعتبر خيانة لدم الشهداء وخيانة للشعب الصحراوي. هذا الحزب هو أكبر عدو للشعب الصحراوي في إسبانيا، وحد سانده والله دعمه والله ترشح فيه خاين للقضية الوطنية وللشهداء. السلام عليكم، ولا نضر نوضح لكم، ولا انت رواية وانت فهميها، نوضح لك رواية عن ذا المعدلة. هي لو كان اي حزب ثاني مثلا ما حزب البيسوي، هذه ما مثلا ما تعتبر جريمة في حق الشعب الصحراوي. اي حزب ثاني ايد القضية الوطنية والله على الاقل مواقفه محايدة، الامر لا باس به، مثلا عود ما شاف عليه حد ذاك. غير جيل الحزب اللي اكبر الاحزاب المعارضة للدولة الصحراوية وعلنا نمولي، ما هو مثلا ما هو شي جاحدينه وتنخرط فيه وتطلب ترشيح باسم وتصور مع رئيس الحزب، هذا مثلا عندها هي فيه اهداف وعند فيه الحزب اهداف مولي. مثلا عند الحزب هي عارفة عنه ما يخدم، هو حد لين خرط في حزب خاصة اولا تعود افكاره تتماشى مع افكار مع سياسة الحزب باش قد ينخرط فيه. ما دامت هي الاخت هذه افكارها تتماشى مع سياسة الحزب، سياسة الحزب من أولويات، وقال عنه يؤيد الحكم الذاتي كالحل الأمثل للقضية الصحراوية. مثلا قالوا الحزب معناها يعني هي تؤيد أفكار الحزب وسياسته، وهذا 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 الموضوع من ضمن سياسة الحزب.
يعني عنها هون المهم بالنسبة لها ما القضية الوطنية، المهم بالنسبة لها الأحزاب، المهم بالنسبة لها أهداف الحزب سياسيا، وهذا يعود في شيء من الشجاعة. وتوف تقول يا غير ما تربط لنا القضية الصحراوية بالبيسوي وبعنه يأيد القضية الوطنية، ما قد أيدها ولا هو اللي أيدها. احنا سمعنا كلامه ونعرفه الحزب مثلا، ما مثلا ما طالع لنا. السلام عليكم ورحمة الله. شكل ما قيل الجماعة، مرحبا بكم كاملين، سهلا وأهلا، إن شاء الله تعودوا كاملين بخير وعافية. تحياتنا لكم جميعا وتقديرنا. ولا كيف كاملين اللي تعودوا شفتوا هذا المكتوب هناتي، وهذا اللي كان يناول في هذه الأيام كامل، والله في هذه الأسابيع الماضية اللي فيها قدوم الأحزاب الإسبانية على الترشيحات وعلى التصويت وعلى ذا، واللي طبعا حل الموجب هناك لبعض من 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 الناس، والله باطل بعض من 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 البلطجيات اللي كانت هناك متصلة بهذا الحزب اللي قالوا الحزب الاشتراكي، اللي ما خالف شيء ما شوهتوا به، وذاك ما هو مقيوس به الحزب الاشتراكي، مقيوس به حركة الصحراء من أجل السلام، مقيوس به المبادرة الصحراوية من أجل التغيير، ومقيوس به الناس اللي هامها على أنها تظهر في الحزب، اللي طبعا منها سكينة من أحمد زين، واللي كانوا هناتي متكاردين مع ذا الحزب يشوهوه يقولوا عنه لا المقاربة، وعن الحركة بها تعاملت معاه، والله حضر معاها حد من 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 روس، والله من طور، والله من مسؤولين في اللقاء الدولي اللي في لاس بالماس، كانت تشوه على انها لا ما عن الحركه لا مغربيه، والحركه لا كذا، حركه صحراء من السلام، ومن فماتي مولي منين ترشحت فيه سكينه من احمد زين، كانوا يقولوا على انها بها من الحركه، منها بها من حركه صحراء من السلام، وبها من المبادره الصحراء من اجل التغيير، وهذا كامل مجور بها الا عن وعود حلال عليكم، حرام عليكم وحلال علينا. حركة صحراء من السلام إلى حد الساعة ما فاتت قالت عنها، ما فاتت رفضت رأي حد، ولا فاتت رفضت خطاب حد، ولا فاتت رفضت توجه حد، وكلمتها اللي قالت نهارها الأول في بيانها التأسيسي وفي بيانها الأساسي وفي خطابها اللي خلق في لاس بالماس، ذاك هو واضح، ولا فيه إجحاف حق حد، ولا فيه عداوة لحد، ولا فيه نصر لحد، فيه ذا اللي شايفه هي عنه قد يصح في الحلول اللي صالحة بأهل الصحراء، وصالحة باردهم، وصالحة معاناتهم، وصالحة بذلي النكبة اللي منكوبين، وإنهاء هذا الصراع اللي طبعا لأنه ما حصل منه شيء للشعب الصحراوي، إحنا ضحيته، وإحنا هم اللي جاب متلقين فيه العذاب والشتات والمشقات كاملة. إذن الحركة لحد الساعة ما فات ما يقلت شعور حد، ولا فات رفضت خطاب حد، ولا فات رفضت راية حد، ولا فات رفضت شعار حد، وذا اللي قالت قالته، الباقي يفسروا الصع على اتجاه، يفسروا عليه قال الحقيقة ذيك هي واضحة، وما ما تنازلنا عن الحقيقة اللي قلنا النهار الأول، ولا أنا متنازلين عنها إلى حد الساعة، ومنين نتنازلوا عنها مولي ما لنا حشامة، ولا لنا خايفين من لأن نميلوا مولي عن شيء ما 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 شفنا فيه همنا، والله ما شفنا فيه، والله شفنا شيء ثاني خير منه. إذن هوناتي هذا ما جور به تشويه هذا الحزب، وتشويه الحركة، وتشويه المترشحين فيها من الصحراويين اللي منهم من ضمنهم سكينة من أحمد زين، ألا إياك يعود حلال عليكم، حلال عليهم هما، وحرام علينا إحنا. هذا الحزب الاشتراكي ألا من أحزاب الصبانية المتان اللي الا هما والثانيين يتراوحون بيناتهم العهدات كامله اللي في تسيير، والله في تدبير الدوله الاسبانيه. قلت لان ذا اللي مديور من ذا كامل من التشويه الا اياك يعود حلال علينا وحرام عليكم. وتوف يا حركه حرم السلام، ويا المواطنين، ويا من تحمل زين، ويا اللي يترشح في هذا الحزب، ويا اللي يتعامل معاه، لا تحضر في هذا البنزول اللي احنا ندوره انتم، وحنا ما حايل بوينا معاه شي، ولا حايل بوينا مع حد. يا غير الى حضرتوا في ذولا تقدمتوا فيه، رانا اللي نشوهوكم ونقولوا على الحزب الص اراهو مع 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 المغرب، يا كان المغرب
تنحصل مع كان رجلي يتعادى مع هذا الحزب. والمغرب مولي الا راهم لا حرام عليكم انتم تتعاملوا معاه، وحرام عليكم انتم تناقشوا معاه، وحرام عليكم تتعاملوا معاه في الحلول في مصيركم يا غير مولي قيادة البوليساري، ما حرام عليه هذاك. المهم هاي الاحزاب والمغرب وذا اللي كامل يعامل معاه حلال على البوليساريو، وراعي اثنين من الممثلين واقفين مع قيادة هذا الحزب اللي يعيب، وقال على المغرب يا امس عنه شعار الجالية لانها تصوت على هذا الحزب عفوا، والحزب مغربي والحزب مع المغاربة والحزب ما نعرفاش. يا غير الرجلي الثاني الرجل هذا ينقال للمواطنين، يا غير الرجلي راعي مسكن معاها واقفة معاه مسكلوا اليمين واليسار، وهذا قطعا عنهم ممثلين إلى عدو ما يمثلوا الشعب الصحراوي، ما تلا حد يقدر يمثلوا إلا حد جاتوا من تكينة الغنية عن تعريف وأبوي بشراية، وهذه ناس ذكية معروفة والحمد لله واقفة مولي مع الحزب اللي يشوه وينقال عنه مع المغاربة. حرام عليكم أنتم يا صحراوي من السلام تعاملوا معاه، وحرام عليك يا سبكينة على أنك تترشحي فيه، وحرام على واحدين ثانيين لا ترشحوا فيه، ولا تزرقوا للحزب الاشتراكي راهم على المغاربه، وحرام على الصحراويين من اجل السلام يتعاملوا مع المغاربه ولا يتكلموا معاهم ولا يتفاوضوا معاهم. يا غير قياده البوليساريو وممثلين هو قيادتها حلال عليها كل شيء، حلال عليها المغاربه وحلال عليها الحزب الاشتراكي وحلال عليها التعامل في الامور كامله، وحلال عليها هم اللي رزقهم يقدروا يدعموهم ويقدر ذا كامل غير الناس الثانية ذاك حرام عليها لو تشوه به. ايوة الحمد لله الفعل واوضح من الكلام، الصورة راعها جات جابها مولانا، والكلام الرجلي راكم سمعتوه ذو النهارات وسمعتوه سابق ذاك وسمعتوه عن حركة صحراء من السلام، اللي حركة صحراء من السلام مزت لين نعل مرة ثانية ونعلها ياسر من المرات، وكل حد يعلها كل حد يصنت لها، لأنها راهي ماهي رافدة رايت حد، وراهي ما هي رافدة خطاب حد ولا توجهه، وراهي ما هي ناصرة حد على حد. خالق ما صير نبحثه عنه، وخالق شي قلناه في وثائقنا كاملة وفي خطاباتنا هي هو اللي ماشيين عليه، لا هو خطاب حد سوه لا هو ملك حد، ملكنا احنا ولا فتنا رجعنا عنه ومن نرجعوا عنه لهي نعلنوا عنها، ما اللي نخلوا الناس في القموض يا غير ما فتنا رجعنا عن خطابنا، والخطاب اللي نقال في لاس بالماس هو خلاصة عملنا كامل اللي افتنجينا عليه وخلاص توجهنا. اذا هناتي لا يمي حد المواضيع ولا تم يحرم على الناس ويحلل على راسه، والمساهمة السياسية يا الله تعالى انها يفتح لها المجال، يفتح المجال للصحراويين في مساهمتهم السياسية والله ثقافية والله انتاجية، المهم يفتح المجال للناس ويخلى ذا التشويهات وذي الروايات اللورة، وتخلى حزاب الناس مولي في مجالها وفي ميدانها، لأنها ما قطر في الراس لحد بشي أكثر من ذاك اللي يلقط على الإسبانيات ويلحق فمات نص ونص الثاني يلعب فيه في التورس. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مرة ثانية وسهلا وهلا، صنتوا لهذو الأوديوات وخرصوا هاي الصورة اللي جبنا لكم، وشوفوا تخوين وشوفوا حلال عليهم وحرام علينا. ممثلين البوليساريو حلال عليهم عنهم يوقفوا مع البي سي او، وعلانهم يوقفوا مع الحزب الاشتراكي، ولانهم يقبضوا من عنده الدعم، ولانهم يتواصلوا معه حلال عليهم، بوليساريو كامل وقياداتها حلال عليها تفاوض مع المقاربة، وحلال عليها تمديدها لكل حد. يا غير الصحراويين حرام عليهم كل شيء، سكينة متحمس زين حرام عليها على انها ترشح في هذا الحزب الاشتراكي، حركة صحراء من السلام حرام عليها يحضر معها حد من هذا الحزب اللي ذا هو اللي المشؤوم اللي ما نعرفاش رفض الرسالة وعد الواسع. يا غير هذو اللي قابضين فارقين عليه في اليسار واليمين ما هو حرام عليهم، بهم يمثلوا قيادة البوليساريو، قيادة البوليساريو حلال عليها كل شيء، حلال عليها الاشتراكي والشعبي، وحلال عليها المغرب، وحلال عليها المفاوضات، وحلال عليها التعامل مع اللي قد تكامل تحصل منه شيء والله يعترف لها بعلنها عندها حق والله عندها حماق.
قال الناس الثاني حرام عليه، حرام عليه أنا أتكلم مع حزب، حرام عليه أنا أترشح فيه، حرام عليه أنا أتعامل معاه، حرام عليه كل شيء. إيه والحق اللي عاطين الروسكم ليه تعطيه لدمية الروسها، والشرعية اللي قال أزرين وعاطين الروسكم اللي تقبضوا ليه تعدلها تعطيها، تقبضها لدمية بالقانون وتقبضها بالشرعية اللي عاطيها مولانا وعاطيها لها القانون وعاطينها لها الأجداد وعاطيتها لها البصمات التاريخية. ولا هذا حرام على الدمية وهذا حلال عليكم انتم؟ ما واسمعوا، اسمعوا يا المناضلين اللي ما خالق شيء يقدر يحشمكم يا قليل دمية، يقدر يحشم هذاك اللي ينقال عنها كامل، ما خالق شيء يقدر يخونكم يا قليل دمية، يخونها اللي كامل ينقال عنها. اسمعوا هذا بعد ما تكلمتوا فيه ذو النهارات جهونات وطرطق من وذنيكم وسمعتوه، ما تكلمتوا فيه سبب ذاك حركة حرام من السلام تشوى على مرقة هذا الحزب، ما قدرتم اللي تكلموا وقال عنها كاملة مقاريب. وش لي يحصل لكم انتم إلى عادة حركة حرمين السلام كاملة مقاريب؟ وش لي يحصل لكم؟ كالحمد إذا تعرفوا لأنكم ما عندكم تليتم بناشة تنقوا دروسكم إلى عدنا مقاريب، منين نعود إحنا مقاريب؟ كالحمد إذا تستيقنوا لأنكم ما تلي عندكم باش تتكلموا يا قيرحانونا اللي نعودوا مقاريب. إش معجلكم؟ إش معجلكم؟ اللي جيتوا ليه الطبو ساعة عورتوا حركة سحرية من جل السلام ملا في مكانها وفي خطابها وفي وثائقها وفي بيانها التأسيسي وفي بيانها الأساسي في ذاك اللي وفي خطابها اللي دار الخلاصة الوثائقها كاملة في اللي قال خلق في لاس بالماس، ولافتنا رفضنا راية حد، ولافتنا رفضنا شعاره، ولافتنا رفضنا خطابه ولا توجهه، ولا أننا معتا يوجه أي حد، والأول عندنا والأساسي توجهاتنا